هو فن يمزج بين عدة أصوات تعزف أو تغني في وقت واحد، مع مراعاة الحصول على حاسة الانسجام في الأذن عند تأدية هذه النغمات. أغموني أوسيان، مهرجان موسيقى أسدل ستاره يوم السبت بمدينة أسفي، في دورته الأولى عرف مشاركة فرق موسيقية من دول أوروبا، إفريقيا وأمريكا الجنوبية. تواصلت الأمسية بتقديم مجموعة من العروض والتي نالت إعجاب الحضور، حيث تألقت فرق موسيقية من مختلف الدول مقدمة ألوانا غنائية متباينة تعكس التراث الثقافي. لم يكن هذا الحدث مجرد موسيقى، بل كان جسراً للتواصل بين الثقافات، حيث استمتع الجمهور بأمسية مليئة بالموسيقى، الفنون والتقاليد التي تجمع بين الشعوب. تيلي بلوس، تميز ومصداقية.